مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مرة أخرى نعود للصندوق الأسود لبعض أحداث الثورة، ومعنا الأستاذ الدكتور دافيد عباسي أفيستا، وهو باحث وكاتب وصحفي ومشارك في الأحداث. في الحلقة الماضية تحدثنا عن رؤيته ونظريته لما جرى، وتطرقنا إلى الأسرة الشاهنشاهية وبعض ملامح ما جرى للشاه، وكيف أنه لم يعثر على بلد يلوذ له من بين الدول التي كان يمثل بالنسبة لها الشرطي في الخليج. كان الشاه يوصف بأنه شرطي الولايات المتحدة في الخليج، لكن الولايات المتحدة وهو مصاب بالسرطان لم تستقبله، وذهب بإرادة أو برغبة أو مبادرة فلنقل من الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، ومات في مصر. قبل أن نتحدث عن مصير الشاه وأسرته، هنالك مشهد في أثناء الحرب، أثناء الثورة أو عشية الثورة، حين قامت ملكة الشاه السيدة فرح ديبة الطباطبائي بالمناسبة، وهي يعني منسوبة إلى الطباطبائيين وهم سادة، قامت بزيارة بغداد والتقت بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفي حينها قيل أنه هو الرئيس استجاب لطلبها وأوعز بأن يخرج آية الله الخميني من النجف حين كان هناك، ومن أجل أن لا يكون العراق طرف في الأحداث التي عصفت بإيران، وأن العلاقات الإيرانية العراقية كانت تجري بعد اتفاقية عام 75 الحدودية بشكل ممتاز. هل لديكم معلومات عن طبيعة هذا اللقاء، وأنتم تعرفون السيدة فرح بهلوي؟ مرحبا، أهلا بكم الأستاذ سلام مصافي، المشاهدين أهلا وسهلا. إذا سمحتم أول أريد أن أجيبكم من أجل إيران والشاه الإيران شرطة في خليج الفارس والشرطة أمريكية. لا، هو ما كان شرطة من قبل الأمريكيين في خليج، الشاه كان شرطة إيران قوي الخامس قوة في المنطقة وفي العالم. نعم، وكان شاه إيران، والشاه إيران سيادة أستاذ سلام مصافر، حتى اليوم الذين يعيشون أمريكيون كانوا يقول نيكسون، كيسينجر، روكفلر، كل هذه الشخصيات كانوا يقول ويقال بأن الشاه كان مشاورا، ما كان أميرا، يعني كان حليفا، حليفا ومشاور، مشاور. الشاه كان يحكي كزعيم بلد كبير وأريق في إيران، فلذلك هو كان عنده علاقة طيبة مع اتحاد جماهير سوفيتي وأمريكيين ما كان بده هذا، وبريطانيا ما كان بده هذا، لكن شاه كان يقول في البداية عندما هو أخذ السلطة، في البداية كان ضعيف طبعا في البداية، لكن عندما دخل في السلطة وفي القوة في المنطقة وصار القوة الخامس تقريبا في العالم، هو كان يحكي مع الأمريكيين مع البريطانيين الند للند، ند للند سيادة السلام المصطفى. فلذلك مع السوفيتيك، مع إسرائيل، مع بلاد الأخرى كان لديه علاقات طيبة جدا جدا. هذا أول شيء. عفوا، ماذا؟ أي السؤال أنه الزيارة